كيف حالك يا أخونا شعبان؟ اللهم بارك. هذه مكتبة ميراث الأنبياء السلفية، فتحت في جدة في شارع فخشب من الجهة المقابلة بجوار مكتبة الأصالة سابقا. متى فتحت؟ قبل أسبوع، يعني تقريبا يا أخي قبل 4 أيام. 1434 فتحت جزئيا ما شاء الله، تملونها بالخير. 1434 شهر 10، نقدر نقول يوم 14، المشرف عليها الشيخ خالد باقيس، أخونا أستاذ خالد باقيس جزاه الله خيرا. مكتبة تسجيلات ميراث الأنبياء، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك.